notre pays a ratifié la convention internationale du BIT. لقد وقعت بلادنا على الاتفاقية الدولية المختصة بتفتيش الشغل منذ السنوات الأولى للاستقلال، وهي تجبر الدولة على وضع إطار للشغل من خلال مفتشي الشغل الذين يعملون باستقلالية تامة. إن مفتشي الشغل يلعبون دورا مهما في السلم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية dans la paix sociale et le développement économique.